حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لاتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانيه فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على زانيه فقال اللهم لك الحمد على زانيه لاتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانيه وعلى غني فاتي فقيل له اما صداقتك على سارق فلعله ان يستعف عن سرقته واما الزانيه فلعلها ان تستعف عن زناها واما الغني فلعله يعتبر فينفق مما اعطاه الله